بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حداد السقف سور الإسلام. يتم رفع الحديد على السقف بأسلوب البوسطة وهو توزيع الحدادين على الأدوار ونقل الأسياف من شخص لآخر. بعد ما الحداد بينتهي من تشكيل الحديد قطعه وسانيو وتشكيله وكل حاجة خلاص جاهزها بيبدأ يرفع الحديد على السقف. عشان يقدر يرفعه على السقف مفيش أسانسير يعني. فبيعمل إيه؟ بيبدأ يستخدم الحدادين. كل حداد بيقف في دور والحداد كل حداد منهم بيناول الحداد التاني. الطريقه دي بنسميها طريقه البوسطه، وفي عندنا طريقه الونش وفي طريقه البكره. يبقى كل حداد من دول بيناول الحداد التاني يسيخ الحديد، والتاني يديه اللي فوقيه واللي فوقيه يديه اللي فوقيه، ويبقى الحداد اللي فوق هو اللي بيوزع الحديد على الكمرات حسب كل سيخ بتاع انهي كمره وهكذا. بشكر حضراتكم وبسالكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.